أبدأ معك أستاذ أشرف العشري الحديث عن وجود مراقبة دولية للتحقق وتدقيق ما يسمى بوقف إطلاق النار، كيف سيتسنى هذا الأمر وكيف تكون المراقبة وإلى أي مدى هذا الأمر فاعل في هذه المرحلة من المفاوضات؟ إن صح التعبير عن المفاوضات بالطبع. مساء الخير أستاذ تامر وضيوفك الكرام، بكل تأكيد هذا مطلب جوهري ورئيسي أعتقد أنه نصت عليه اتفاق إعلان المبادئ في 10 أيام الماضية التي توقع بين الطرفين المحسوبان على الجيش الوطني السوداني وأيضا مجموعة الدعم السريع، وكان هناك مطلب رئيسي يكون هناك مراقبين إقليميين ودوليين، لأننا وجدنا منذ اندلاع تطورات الأحداث في السودان في 15 إبريل من هذا الشهر الماضي كان هناك أكثر من هدنة فرضت من قبل الأمم المتحدة بتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية، لكنها للأسف الشديد لم تحقق النتائج المرجوة منها، لأنه عدم وجود مراقبين دوليين أو حتى إقليميين أو حتى من أطراف خارجية بعيدا عن الأطراف السودانية أدى إلى فشل ما يقارب أكثر من 7 هدن تم فرضها، وكانت أشباه هدن، وكانت أعتقد أنها كانت تترنح في كل مطلب فيما يتعلق بتنفيذ هذه الهدن، لأنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك بالفعل التزام من قبل الطرفين ما لم يكن هناك بالفعل فريق من المراقبين الإقليميين أو الدوليين يلعب دورا كبيرا في التواجد على أرض الواقع داخل مناطق السودان أو مناطق النزاع ويحدد خطوط قواسم مشتركة بين لكل من فريقين وإبعاد كلهما عن الآخر، وفي نفس الوقت يسعى إلى فتح ممرات آمنة إغاثية وصحية وأمنية على وجه السرعة حتى يمكن إنقاذ تنفيذ هذه الهدنة. أعتقد ما تم التوافق عليه في جدة بالأمس بداية عملية وجيدة، 7 أيام قصيرة إلى حد ما لكنها بداية عملية كما جاء في البيان المصري اليوم حتى يستطيع توفير الإغاثات العاجلة وعمليات تطبيب وأيضا معالجات إغاثية صحية لمن يحتاج بعد أكثر من 40 أو 45 يوما من اندلاع هذه التطورات داخل السودان. بكل تأكيد هذه خطوة جيدة، وأعتقد أن كلا الطرفين في حاجة إلى كل منهم إلى هذه الهدنة حتى يكون هناك قرارات ملزمة على أرض الواقع توفر استحقاقات الإنقاذ السريع تفتح الممرات الأمنية وتقنع أيضا الطرفين بضرورة أن يكون هناك بالفعل تمديد لهذه الهدنة في مرحلة لاحقة بعد مرور 7 أيام التي سوف تكون موضع اختبار على أرض الواقع خلال الأيام القادمة. أنا مع هذه الهدنة، مع هذه المراقبين، مع هؤلاء الأطراف الدولية والإقليمية حتى تستطيع أن تفصل بين الجانبين وتوفر استحقاقات الإنقاذ على وجه السرعة، خاصة أن هناك كثير من الحالات في المستشفيات وأيضا كثير من الحالات التي تحتاج إلى إغاثة، بالإضافة لأن جمع السلاح ودخوله كثير من المعسكرات مرة ثانية ربما يؤدي إلى أن يكون هناك رغبة من قبل الطرفين في إمكانية التفاوض في مرحلة لاحقة على عدنا موسعة ثم القبول بالسعي قدما نحو خريطة طريق لمسار سياسي يستطيع فيه الطرفين أن يضع نهاية أو تقطع تلك الحرب أو زرها على وجه السرعة خلال المرحلة القادمة، والكرة الآن في ملعب الطرفين، وأعتقد الجانب السعودي الأمريكي نجح في ذلك والجانب المصري رحب بكل تأكيد، وأعتقد أن هذه فرصة جوهرية لدخول الأزمة السودانية مرحلة التهدئة الكاملة في المرحلة أو في الأسابيع أو في الأيام القادمة.